سور نينوى العظيم. نينوى مدينة أثرية قديمة وأكبر مدن العالم في فترة الإمبراطورية الآشورية الحديثة، حيث تقع في بلاد الرافدين في شمال العراق على الضفة اليمنى لنهر دجلة، وكانت عاصمة الآشوريين، وهي محاطة بأعظم سور، إذ لا يزال راسخاً وظاهراً يبين مدى عظمة والقوة وهيبة المدينة، إذ إن طول محيط السور يبلغ 12 كيلومتر ويحتوي على 18 بوابة، وهي بقايا مدينة نينوى. كانت جدران السور من أحجار ضخمة وطابوق طيني المؤلف لجدار نينوى الذي يعود إلى 700 قبل الميلاد. نظام الجدار مكون من جدار مبني من حجر منحوت يبلغ طوله 6 أمتار، يتبعه بجدار مبني من طابوق طيني طوله 10 أمتار وسمكه 15 مترا. يحتوي الجدار الحجري الساند على أبراج حجرية يفرق بين البرج والآخر 18 مترا، ولسور نينوى 15 بوابة، استظهرت مديرية الآثار 4 بوابات منها لحد الآن. بني السور في عهد الملك الآشوري سنحاريب، الذي تفاخر في كتاباته الملكية بأنه قد جعله بعلو الجبال. وفي شرق السور وادي سنحاريب، ثم يليها السور الترابي الخارجي، وفي آخر تجديد له قام به الملك سنحاريب، قام بتحصين الجهة الشرقية لأجل الاستحكامات الدفاعية. يعود تاريخ بنائه بين سنة 706 و681 قبل الميلاد. إرث نفتخر به كلنا، تعرض اليوم إلى اعتداء سافر من حيث تجريفه. بدورنا نوجه رسالة إلى المعنيين، إن كنت عراقياً أصيلاً ولك حب الانتماء للوطن، فحافظ على تاريخ بلدك وإرثه، لأنه يتعرض اليوم إلى أكبر اعتداء. نينوى تعرضت لأبشع الغزوات، لا نريد أن تكتمل الغزوات بحق نينوى وأهلها مرة أخرى، لكي لا يمحون الهوية الحقيقية لهذه المدينة العريقة.